السلام عليكم ورحمة الله. هزف اللون بعد فترة التحقيقات اللي استمرت بضعة أسابيع، ها هو قاضي تحقيق المحكمة العسكرية لبوليدة يوضع الجنرال ماجور عبد الحميد غريس رهن الحبس الاحتياطي. هذا كان منتظر بالتهمة اللي كان متابع بها، هي تسريب وثائق سرية صعيب باش يثبتوها. لسقولو هالخطرة تهمة الفساد، وتهمة الفساد سهلة باش تثبتها على كل جنرالات باستثناء باش حالة حالتين، لكن أغلبيتهم تقدر تثبت عليهم تهمة الفساد، ومنها مدى سي عبد الحميد غريس اللي نعرفوا باللي مشى يداوي قبل كورونا في سويسرا، وسي ما حبش يروح بيقعد ليه حتى حوزوه السويسريين، قالوا له والو ما كانش المستشفى فيه غير المرضى، هو حب يقعد في المستشفى لانه ما يقدرش يخرج برا، تصير المرقة يا صحابه يقولوا له ايوا راك ما ريعتها كي نسرقوا كل واحد يعرف كاش يسرق، ما يزيدش واحد يفوت واحد على حسب القرارات. هذا عبد الحميد غريس كان أمين عام وزارة الدفاع الوطني من 2018 لمارس 2021، يعني كان في قمة هرم وزارة الدفاع، يعني بعد وزير الدفاع كاين أمين عام وزارة الدفاع، وكان هو يمارس مهام وزير الدفاع. طبعا كانت عنده مشاكل مع الشنقريحة، لأنه الشنقريحة حب يتخلص من كل الضباط السامون اللي كانوا قبل منه في مناصب سامية، لازم حتى واحد ما يقعد نحيهم واحد واحد، وبالتالي بقالوا هذا الديغري دي مويكان كما نقول كذا آخر حبة في العنقود أعطاه. وأكيد كاين حسيفة بيناتهم، وبما أنه العدالة بين أيادي هاد الفويوات اللي راهم يحكموا في البلاد، دايرين العداله اداه لتصفيه الحسابات. خير دليل على ذلك انه ناس دخلوا الحبس حكموا عليهم على عاد طلبوهم وقال لا ما كانوا له براءه، وواحد دخل ضرب 5 سنين وبعد كي خرج قالوا ارواح نديروا لك البراءه، لانه كلها تصفيه حسابات. هذو هما الفويوات اللي ما يعرفوش القضاء وما يعرفوش القانون وما يعرفوش العداله. بعد ديما جيتيش تكلمني على التضحيات وعلى الجيش الوطني الشعبي اللي راهو يديروا الانجازات اللي يغيروا منها كذا ومنها. شوفوا كم من جنرال في حبس البليده بتهمة الفساد، كلكم فاسدين يا خوانا يا خبثاء. هذا يا غريس لو كان في الكلون تاع شنقريحه واحد يمسو، لأنه الشنقريحة الكرونتي كلهم فاسدين كلهم سراقين. شنقريحة أبداله غير نقطة واحدة في عائلته، بنته عندها باكلاتر، بنته عندها باكلاتر راحت دارت ميدسين، هيا روح أنت تفهم، راحت تفلسف في الميدسين، دير فلسفة في الطب، باكلاتر دير ميدسين مالا. وين راه يدور؟ في سويسرا. باش في سويسرا؟ هذا هو يعني الفساد واستغلال النفوذ واستغلال المناصب، هو اللي هلك البلاد. تبني جزائر الجديدة بالناس فاسدين كما هذو؟ هذه ما جيت الجيش اللي تكلم لك على الجيش وسمعة الجيش وكذا، والناس اللي راهم ينتقدوا في الجيش، الناس ما تنتقدش الجيش، تنتقد لي فويو اللي مسوا وفسدوا المؤسسة العسكرية، فسدوا الجيش، أهانوا الجيش، استغلوا الجيش، واللي حنا ندافعوا عليه هذا الجيش، لأنه هاد اللي فويو مسوا بسمعة الجيش، والأزلام اللي حاطين في لاباراي دو بروباغاند على راسهم وعلى ماضي اللي الله غالب عليه نيفو يتكركر ما كان والو، الأزلام هادو زعما يجوا يدافعوا على هاد لي فويو، لأنهم حتى هما دي زابرونتي فويو، ما فا با دي فويو، دي زابرونتي فويو. هادو مازالهم في التكوين تاع باش يكونوا دي فويو، ما يتكلموش على قائد
دارك نوبال يضربوا ب15 سنة على جنرال مهنا اللي حكموا عليه وعادوا طلقوه، جنرال حسن حكموا عليه وعادوا طلقوه، جنرالات بالقناطر راهي في الحبس بالقناطر، دي كورونيل بالقناطر. واش لان ما يرتش فيه حسابات، ولكن كلهم فاسدين، لانهم باش تسال عليهم كيدخلوا واحد قال حطوا تهمه الفساد عليه، كيفاش يخدموا ولاد الحرام ياكلوا بعضهم. الله لا يهز عليهم، حنا نقولوا ربي قوي شيطانهم، الله لا يفد عليهم، ولكن يروحوا يقيلوا البلاد، يقيلونا، يقيلوا المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه هذه ما يقدروش يدافعوا عليها الزلام لي فويو، الزلام عصابه بنديه، عصابه صعاليك، عادي يجوا يحبوا يدخلوا في الشؤون اللي ما تعنيهمش. ربي يقدر الخير لبلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام والزلام ولاد الحرام، الله لا يتربحهم. السلام عليكم ورحمه الله.